بداية نشرتنا بهذا الخبر العاجل، حيث كشفت مصادر مصرية مطلعة عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة. وأضافت المصادر أن مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة هدفها هو التوصل لاتفاق بشأن إقرار التهدئة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما أشارت كذلك إلى أن المباحثات الدوحة تجرى بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس استكمالا لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير.